أجواء العائلة السوية دي، فجأة اكتشفت إنها عندها علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ مع صديق مقرب؟ ده سؤال لو ده بديل ده. إذا قربت للزواج وفجأة اكتشفت إن أجواء العائلة السوية دي في علاقة مع صديق مقرب لك، ردة فعلك هتكون شنو؟ لا أقول له الزواج وبالف مبروك لك يا. بكل برد. بقول له برد وأقول له زي ما أقول أخوه ذاته تكسر للجميع. يعني زول عامل علاقة أنا ذات ما برطيت معاه. كل البرود ده. كل البرود. مشاهدي زي سودان أهلا ومرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا على خير. موضوع اليوم بنتكلم إذا أنت قريب من الزواج وفجأة اكتشفت إنه زوال حد الزواجة دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة. يلا خلونا نشوف. طيبة ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. وانت طيبة إن شاء الله. طيب إذا أنت قربتي خلاص تتزوجي وفجأة اكتشفتي إنه زول عايزة تتزوجيه ده في علاقة مع صديقة مقربة لك، هتعمل شنو؟ والله ده سؤال صعب طبعا شديد. هتعمل شنو؟ انتي موقفك حيكون شنو في الحتة دي؟ هخليهم الاثنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. الله اكرم، كل سنة وانت طيب والصوم وتفطر على خير. وتفطر على خير ان شاء الله، وان شاء الله الشعب السوداني كله يفطر على خير ويتعدى عليه رمضان بالخير واليوم البركات ويتحسن الحال لأحسن ان شاء الله. ان شاء الله امين يا رب. طيب عندنا سؤال، اذا انت قريب من الزواج وفجأة اكتشفت ان الزول عايز تتزوجها دي هي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ والله صراحة يعني هتكون مثلا الخبر شوية كده يعني صادم شوية كده يعني. لا والله. ردة فعلك حتكون شنو؟ والله ما بقول لها، بس يعني ما تتواصل معاه تاني بس، وبمشي احذر صاحبي بقول له يا مان الزولة دي بقت حقتي انا وحلالي ما تتواصل معاه بس كده. ما في ردة فعل. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب وتصوم وتفطر على خير. انت طيبة ورمضان كريم عليكم. طيب سؤالنا لليل اليوم بنتكلم عن انه اذا انت كنت قريب للزواج وفجأة اكتشفت انه زول انت عايز تتزوجه دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ اكيد حتخلى عنه، لانه ممكن انا اتزوجها وهي حابة غيري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرم، انت طيبة. طيب اذا قربت للزواج وفجأة اكتشفت انه زول عايز تتزوجه دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ لا يا أخي الشغلة قسمة، لو القسم إنه جمعتني بينه وبينها بنتزوج، إما كان ما جمعتني ما بيتزوجها. ردة فعلك؟ ردة فعلي أصلا بتكون عادية كده، ده أنا شخصيا كده بكل لي عادية يعني، ما بتكون ما باخد في الموضوع حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام وإنت طيب ورمضان كريم. وإنت طيبة و الله أكرم، صوم على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب إذا أنت قريب من الزواج وفجأة اكتشفت إنه زول عايز تتزوجة دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ مقرب لي؟ الله يبعد لك، على حسب قرابته بالنسبة له، إذا كانت أقوى مني أنا في العلاقة بينه وبين صديقي بخليها له. عادي ما فرقت. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب وتصوم وتفطر على خير. وانت بخير. طيب اذا انت قريب من الزواج واكتشفت انه زول عايز تتزوجها دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ حكومة خليها خلاص، لانه يعني هو استحالة يعني صاحبتي ما تكون عارفة انه انا مرتبطة بالزول ده او كده يعني، فإذا هي كانت عارفة وشلبته زي ما بيقولوا أو كده فأنا خلاص يعني هخليهم الاثنين يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام أنت طيب ورمضان كريم. الله أكرم وأنت طيبة. طيب إذا أنت بقيت قريب من الزواج وفجأة اكتشفت إنه زول عايز تتزوجها دي في علاقة مع صديق مقرب لك، هتعمل شنو؟ بكسر حناكة طوالي. تريد تسمع لك؟ طوالي هاي.
عشان انا ذاتي اعيش مرتاح ويتكمل حياتها مرتاحه وكده. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيب والصوم تفطر على خير. وانت تفطري على خير. طيب اذا انت قريب من الزواج واكتشفت انه الزول عايز تتزوجها دي في علاقه مع صديق مقرب لك، حتعمل شنو؟ مثلا يعني عرفت عندها علاقه. ايوه مع صديق مقرب لك. لا يعني ما اكون بخليها يعني في البدايه. فالزول اول حاجه بيتأنى وبيدرس الموضوع بيشوف الحاصل شنو وبيتفاكر معها هي ذاتها، هل العلاقه دي مثلا في البدايه كان قبلي انا مثلا ولا جات مثلا مفاجاه ولا بعد لقاءات مثلا بيني وبينها وبين صاحبي. هي عرفته بعد ما عرفتك انت؟ والله صراحه فعلا فعلا، لكن في النهايه ما فيها حاجه، انا ممكن يعني تفضلها على الحاجه دي لكن حتاثر علي شويه كده، حتى فيما بعد انا لما اجي اختار حيكون عندي تردد مثلا ذاته في الاختيار. السلام عليكم. السلام ورحمه. كل سنه وانت طيب وتصوم وتفطر على خير. وانت طيب وتصوم عندي برضه على خير. طيب اذا خلاص قربت للزواج وفجاه اكتشفت انه زول عايز تتزوجها دي هي عندها علاقه مع صديق مقرب لك، حتعمل شنو؟ والله بكسر حنكه بس. ها مع هذا الصديق صح؟ صاحبي يعني؟ ايوه خلاص بكسر حنكه بس بخليها. السلام عليكم. مرحبا بك. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانت طيب يا اخي، الله اكرم. طيب اذا كنت انت قريب من الزواج وفجاه اكتشفت انه زول عايز تتزوجها دي في علاقه مع صديق مقرب لك، ردة فعلك حتكون شنو؟ الله يا اخي بفصل بينهم الاثنين. لو تيقنت يقين تام بانه هم على علاقه بفصل منهم الاثنين طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. وانت طيبه ورمضان كريم عليك كمان. طيب اذا انت خلاص قربت للزواج وفجاه اكتشفت انه الزوره اللي عايز تتزوجها دي في علاقه مع صديق مقرب لك، حتعمل شنو؟ طبعا السؤال صعب جدا، لكن يعني انا حاول اديها مساحتها تثبت انه والله الحاجه اللي عملتها دي اول علاقه دي هي علاقه حقيقيه ولا توهم مني انا. موقفك بيكون شنو مع صديقك؟ بيكون عادي يعني؟ والله بعتبره زول جبان بس يعني، وانه نفترض ما يعمل حاجه كده، ما انا صاحبه صح؟ بخليه ضميره بأني وما ضميري انا اصلا. هم الاثنين ولا حيكون موقفك شنو؟ لا هشيله منهم بس، لا اسال لا اسال الثاني. اي بالراحه بس بدون اي برنامج. لانه انا ما حقدر اقعد مع زول خاين ولا حقدر اواصل مع صاحبه خاين. عادي. نحن رجال في الاخر يعني. وخلاص. تمشي ما هي دايره كده. خل اعمل له شنو انا اذا هي في نفس العلاقه معي انا وفي نفس الوقت معي انا وفي علاقه ثانيه مع صاحبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. إن شاء الله وأنت طيبة والله الله أكرمه ونرجع فيك كده. طيب إذا قربت للزواج وفجأة اكتشفت إنه زول عايز تتزوجها دي عندها علاقة مع صديق مقرب لك، ردة فعلك بتكون شنو؟ هندخل في قرعة. شنو؟ قرعة. كيف يعني؟ عديل كده، ألفاظ يشيلها. دي ردة فعلك؟ دي ردة فعلك؟ إذا كان بتحبني أنا وبتحب صاحبتي صاحبي ما مشكلة نعمل قرعة. لو الإجابة كانت بالنسبة لي مقنعة طبعا هخليها، أما لو كانت ما مقنعة أو هي أقنعتني إنه الحاجة دي ما حصلت حنستمر. طيب إذا هي كانت حقيقة الحاجة دي، موقفك شنو حيكون مع صاحبك؟ مع السلامة أكيد. مع صاحبك وهي نفسها يعني الاثنين مع بعض؟ نعم نعم ما في شك في ذلك، الاثنين مع السلامة. إذا قربت للزواج وفجأة اكتشفت إنه زول عايز تتزوجها دي في علاقة مع صديق مقرب لك، حتعمل شنو؟ واعتذر بس. من صديقك ولا منها هي؟ اعتذر منها هي وبخليها له. موقفك بيكون شنو مع صديقك؟ ما موقف عادي يعني، ما في حاجة يعني، لقيتها مرتبطة مع صديقي خليه وتزوجها لو عايز يتزوجها. لانه حيكون شويه كده الجرح لسه في شنو؟ لسه ما بيرى، حيكون لسه ملتهب. طيب انت اذا تاكدت تماما انه العلاقه دي جات بعد علاقتك بها، حتعمل شنو؟ حيتصرف كيف؟ طبعا اكيد حفصل العلاقه ببرود شديد طبعا. الموضوع بيكون عادي ايزي. بكل بساطه. بكل بساطه. هو صديق مقرب وهي دي خطيبتي، فبالتالي الاثنين خاينين باعتبارهم.
عرفتي؟ فحفصله منه على طول. اذا انت قريب من الزواج وفجاه اكتشفت انه زول عايز تتزوجها دي هي في علاقه مع صديق مقرب لك، حتعمل شنو؟ والله يعني بفضل الصحبه وبخليها له وخلاص. ايوه خليها له. طبعا ذاتها لو اصلا هي ما صريحه معي وهنا ما بتنجح معي لقدام، عشان كده بخليها له. طيب شكرا. يعطيك العافيه.